بالموازنة مع المخططات المعدة لتأمين موسم الاصطياف على جميع المستويات والدعم المقدم للتشكيلات العاملة ميدانيا بالمجموعات الإقليمية الساحلية خاصة منها وحدات أمن الطرقات بهدف فرض السيطرة على شبكة الطرقات ومحاربة الإجرام المروري بجميع أشكاله. وجب مرافقة ذلك بأعمال تحسيسية وقائية مستمرة من مخاطر حوادث المرور اتجاه جميع فئات مستعملي الطريق مع التركيز بصفة خاصة على سواق مركبات النقل المشترك والدراجات النارية. وبناء على ما سبق ذكره قرر تنظيم حملة تحسيسية وطنية هدفها مرافقة مستعملي الطريق طيلة هذه الفترة وتحسيسهم بعواقب حوادث المرور خاصة فئة الشباب منهم، وذلك تحت شعار لعطلة صيف بدون حوادث مرور التزموا بقواعد السير خلال الفترة الممتدة من 7 جويلية 2019 إلى غاية 31 أوت 2019. نعم، نحن هنا في نقطة بابور اللي خاصة بالأمن طرق بسرية أمن طرقات. نشكر جميع قيادة الدرك الوطني اللي راهي تقوم بالمهام جبارة من أجل تحسيس وتوعية بأمن طرقات. ومنظمة دائما واجدة ومدرسة تعليم السياقة دائما واجدة وحاضرة بكثافة، وبعون الله إن شاء الله هي حملة لمدة شهرين دائما إن شاء الله نكون معاهم.